مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. على الرغم من أن فهم الإنسان للطيران ذهب لأبعد مما كان يتصوره الإخوان رايت من قبل، لكن يظل التساؤل حول التحليق كما هو. ماذا لو سقطت الطائرة؟ ربما يؤجج هذا من مخاوفك، وذلك إذا كنت في الهواء حيث المساعدة قليلة أو ربما معدومة تماما، والجاذبية كذلك دائما ما ستعمل ضدك. على سبيل المثال، ماذا إذا نفد وقود الطائرة أثناء تحليقها؟ ربما لا يحدث هذا السيناريو دائما، لكنه وارد وقد حدث من قبل. عندما يتعلق الأمر بالسيارة يمكن دفعها لأقرب محطة وقود أو ركنها والذهاب للحصول على الوقود اللازم لتشغيلها، لكن ماذا بالنسبة للطائرات؟ الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك. هل السقوط عند نفاد وقود المحرك أمر لا مفر منه؟ إعادة التزويد للطائرة بالوقود من خلال محطات الوقود الجوية. حسنا، اطمئن، تبين أن العقول البشرية قد تنبأت بهذه المشكلة وأوجدت لها حلا كذلك. إن خطر نفاد الوقود من الطائرات التي تحلق لمسافات طويلة أمر وارد وحقيقي. نتيجة لذلك يتم تزويد الطائرات بالوقود في منتصف الرحلة من خلال طائرات مختصة أكبر تعمل في الأساس كخزان وقود جوي. متى ينفد وقود الطائرات في الجو؟ هناك سببان يؤديان إلى نفاذ الوقود في الطائرة. الأول هو وجود الوقود في الخزان بالطائرة لكن غير قادر على الوصول إلى المحرك بسبب أعطال في الخط. في هذه الحالة لا يتم تصحيح المشكلة إلا من خلال الصيانة على الأرض. السبب الثاني هو نفاد الوقود، ويمكن أن تكون أسبابه كالتالي: أولا المهمات لمسافات طويلة، ثانيا سوء التقدير أو التقليل من كمية الوقود المطلوب، ثالثا فقدان الوقود بسبب التيارات الهوائية على ارتفاعات منخفضة. عادة ما ينفذ الوقود في نهاية رحلة معينة. يمكن حل المشكلة من خلال التزويد بالوقود في الجو. أي نوع من الطائرات يمكنها التزويد بالوقود في الجو؟ تم تصميم الطائرات بشكل عام للتزويد بالوقود على الأرض. من أجل إعادة التزويد بالوقود في الجو يجب نقل منافذ للوقود بالمركبة إلى وضع مناسب ليتم الوصول إليها عن طريق أنابيب التزويد بالوقود، وبالتالي يمكن إعادة تزويد جميع الطائرات بالوقود في الجو بشرط تعديلها من أجل ذلك. ومع ذلك على عكس المركبات على الطرق حيث تكون تكلفة التزود بالوقود مجرد تكلفة الوقود، التزود بالوقود في الجو مكلف للغاية. عندما تقترن بقضايا السلامة الناشئة عن طائرتين تحلقان على مقربة من بعضهما يمكن أن تتراكم التكاليف الملموسة وغير الملموسة بسرعة، وبالتالي يقتصر التزويد بالوقود في الجو على العمليات العسكرية فقط. الاستثناءات البارزة لهذه القاعدة هي الطائرات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل شركات الطيران الرئاسية. معظم شركات الطيران الرئاسية هي طائرات تجارية تم تعديلها لتقبل التزود بالوقود في الجو نظرا لأهميتها الوطنية. وحيث أنه ليس من المجد التزود بالوقود في الجو والتكاليف المالية وتدابير السلامة المتعلقة بذلك، عادة ما تأخذ الطائرات فترات للتوقف، وهناك بروتوكولات خاصة للهبوط في مطارات مختلفة حول العالم في حالات الطوارئ أو للتزود بالوقود. كيف يتم التزود بالوقود في الجو؟ من حيث المبدأ تعتبر عملية إعادة التزود بالوقود في الهواء عملية بسيطة للغاية. يتم تسليم الوقود عن طريقة طائرة ناقلة إلى الطائرة المستقبلة أثناء الطيران. تطير الطائرة السهريجية وتصل بطائرة الاستقبال عن طريق إما أنابيب ثابتة أو مرنة، ثم تضخ الوقود فوقها. يتم تثبيت هذا الأنبوب على وعاء أو مسبار في الطائرة المستقبلة. للمساعدة في تدفق الوقود تحلق الطائرة المستقبلة خلف أو أسفل طائرة الصهريج. معدل التزويد بالوقود
يتم على نظام التزويد بالوقود وحجم الطائرة المستقبلة. مخاطر التزود بالوقود في الجو: بخلاف الخطر الضمني المتمثل في تحليق طائرتين على مسافة قريبة، هناك العديد من المخاطر الأخرى للتزود بالوقود في الجو، تشمل المخاطر الداخلية، فشل أنظمة التزود بالوقود مثل تحرير الخرطوم وسحبها ومضخات الوقود وما إلى ذلك. تنشأ المخاطر الخارجية من خطر انسكاب الوقود وتلف أجهزة التزود بالوقود أثناء التوصيل أو فصل الاتصال والمحادثات غير الصحيحة للطائرة. كما يمثل الارتباك المكاني خاصة بالنسبة للرحلات الليلية مخاطر كبيرة في إعادة التزويد بالوقود في الجو. لتقليل هذه المخاطر تستخدم الطائرات السهريجية إضاءة خارجية عاكسة للضوء لمنع الطائرات المستقبلة من الارتباك، خاصة أنها في الليل. ميزة الطيار الآلي تفيد بشكل خاص لمقاربة السرعات النسبية لكلتا الطائرتين، كما أن ضخ الوقود لا يبدأ حتى يتم إنشاء ختم آمن. بعد انتهاء العملية يتم لف الخرطوم مرة أخرى بطريقة تمنع تسرب الوقود المتبقي على منافذ الطائرة المستقبلة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق ولا تسمع إلا كل ما يقال فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير. هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها. بعضها تم تفسيره ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها موهبة غامضة أسلكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم حيث الغموض سر لم يفصح عنه لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض.